محمد بن سيف. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، اينما كنتم وعلى البركه، نتحرك بشوط اخر وهو الشوط الرابع في مجموع الاشواط وخصوص لفئه الابكار. نرحب بهذا الشوط، نرحب بهذه الشعارات التي تاتينا تباعا وتجدد روح القوه والنشاط لدى الاخوه ملاك هذه الهجن. نذهب الى مقدمه الشوط ونتابع شعار يتسلط على المركز الاول مبكرا، حميد بن كعيب الفلاسي من يقدم مزايا في اول المراكز. اما المركز الثاني تاتينا غنايم عبد الله بن سعيد بوحيمد، والمركز الثالث اخبار محمد بن ناصر بن ياعد مع الاخبار الساره في هذا الجو. النقله التاليه على المركز الرابع في رابع المراكز الوصول من لمسه علي بن سالم بن سيف القايدي، والمركز الخامس الشاهنيه لعلي بن سالم بن علي بن سليم من الجانب الاخر. ايضا شعار له دور واضح في المنافسه وفي التحدي مع الهباب خليفه بن علي بن خليفه الرميثي، هو من ياتينا على المركز السادس. والمركز السابع زائره هلال بن سعيد بن هلال الظاهري علي بن محمد بن حميدان يرسل ايضا في هذا الشوط بن صغان حمد بن محمد بن حميدان، والمركز الثامن او التاسع في هذه المرحله وفي هذه التقدم الوصول من قبل جميله علي بن خليفه بن بليشه، والمركز العاشر بنت سلهود عمران بن خليفة الشامسي. هذه المراكز الأولى متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، وهكذا ينتهي دورنا مع إذاعتنا وندانا الأول، ولكن لم ينتهي الشوط. بنعود مرة ثانية، بنعود إلى المركز الأول، إلى لمسة، إلى القايدي اللي بدأ يقود الشوط قيادة حكيمة وصحيحة، مستلم المركز الأول. أما المركز الثاني حمد بن محمد بن حميدان من يرسل بن صوغان في هذا التحدي والى دائره الصراع على القمه. المركز الثالث تاتينا اخبار محمد بن ناصر بن ياعد، واشوف وارى ايضا مصيحه محمد بن علي بن راشد بن كليب من يقدم مصيحه في هذه الجوله. شعار ايضا على سرابه مطر بن خميس بن بليشه يقدم سرابه ايضا في هذه الجوله. اما سادس المراكز تاتينا الحره راشد بن علي بن كليب، والمركز الثامن المركز الثامن الشاهنيه السيد بن سالم بن غدير، والمركز التاسع حميد بن كعيب الفلاسي. أما المركز العاشر جميلة العلي بن خليفة بن بليشة. هذه النتيجة متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى مقدمة الشوط لنتابع بنت صوغان على المركز الأول. حمد بن محمد بن حميدان من يقدم بنت صوغان في هذه الجولة، من يقدم الأخبار السارة. هناك أيضا المتابعة من قبل ربشة محمد بن علي بن كليب في ثاني المراكز. بن بليشة قادم على سرابة مطر بن خميس بن بليشة يقدم سرابة من الجانب الآخر على المركز الرابع الحرة راشد بن علي بن كليب. هناك القايدية يتأخر على المركز الخامس، والمركز السادس الشاهينية سهيل بن سالم بن سعيد بن غدير. هذه المراكز الأولى متابعينا الكرام، ولكن بنت صوغان بدأت تتحرك، تحرك محسوس وملموس. يا سلام يا سلام يا سلام، العصا قوس يا ابن حميدان، العصا قوس، طلع عصاها من الابطان، لان بن كليب هاجم من اليسار ومن اليمين ومن بليشه ايضا. له نصيب الاسد مع سرابه. بنت صوغان الى الامام، حرك يا ابن حميدان، طلع العصا من الابطان. يا سلام
يا سلام. نعم نعم نعم، يوم جد الجد واشتد الوطيس، بدلت مرباعها لتربع كانها طير على الصيد حريص، مختل عمرك بيها تجلع، لو قبضها ما يورعها الحبيب، مش مكتب طيل اخطام وتخشع. سلام سلام يا بن حميدان، سلام سلام يا العويل، سلام حمد بن محمد بن حميدان، انهنيك على هذا الفوز. الثاني بن كليب، الثالث بن كليب، المركز الرابع مطار بن بليشه، والمركز الخامس سالم بن غدير، والمركز السادس القايدي، السابع من دميثان، الثامن من خفيه، والتاسع بالضبيعه، والعاشر الوصول من قبل هلال بن سعيد الظاهري. هذه النتيجه. التوقيت الزمني 4:40. السالفه ما هي كسر سيف،